على عكس مولودية وهران نادي بارادو جمعية الشلف وأيضا نصر حسين داي وجد وفاق سطيف صعوبة بالغة في بلوغ دور 16 من كأس الجمهورية أمام شبيبة بجاية وصيف بطل النسخة الماضية، وهذا بعدما انتهى الوقتان الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدفين في كل شبكة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الوفاق بعد سلسلة طويلة انتهت بالوفاق بفوز الوفاق بثمان ركلات ناجحة مقابل سبعة.